www.mansdoc.com. تريد منه او مانجمنت على فكره، يعني مانجمنت او تريتمنت هو الاجابه واحده. خلاص مانجمنت او تريتمنت الاجابه واحده، تريتمنت ده السؤال الوحيد اللي بيجي في المنظر. خلاص؟ وهقول لك اجابته ازاي؟ مفيش النهارده. تمام؟ لان المانجمنت انت متعود طبعا تكتب ديتا بيكشر وديتيكيشن وتريتمنت، السؤال زي ده لا. لا ما تكتبش لا ديتا بيكشر ولا ديتيكيشن. يعني من الاخر بدايه الموضوع لحد التريتمنت كل ده شافه. يعني حصة النهارده كلها شفوي، أنا النهارده مش هاخد عمليات، مش هاخد سنين. خلاص؟ طيب. شوية معلومات كده هنبدأ بقى الحصة بتاعت النهارده، شوية معلومات أول عن أناتومي أوف بورتال فين. أناتومي أوف بورتال فين. وكل اللي أنا عايزه في أناتومي أوف بورتال فين الرسمة اللي أنا خدتها قبل كده. اللي هي أهي، أفكركم بيها، البورتال فين يا جماعة مكون من إيه؟ ها؟ يلا. يلا يا نور، ها؟ ها؟ مكون من حاجتين اللي هو مين؟ السبلينيك فين مع السبيرو ميزنتيك فين، الاثنين دول بيكونين البورتال فين ورا النيكوز البنكرياس. خلاص؟ طيب قلت لكم زمان قبل كده اهو، لو ده السبلين خلاص؟ قلت لكم فاكرين الخمسه بلاد سباي او الخمسه فين هتلاقيها في الاستومك؟ انا شفت الرسمه دي في الاستومك. تمام؟ قلت لكم الخمسه اثنين هما هنا اللي هما الليفت والرايت جاستريك فينز بيصبوا في البورتال فين، واثنين تانيين بيسبوري في السبلينيك فين اللي هم الشورت جاستريك فين و ها الليفت جاستو ايبيبلويد فين. امال الرايت اهو الرايت جاستو ايبيبلويد فين، جاستو ايبيبلويد فين بيصب في السبيرو ميزنتريك. خلاص؟ في حاجه بقى هنا مهمه، الانفيريور ميزنتريك فين بيصب فين في السبلينيك، انفيريور ميزنتريك فين خلاص بيصب في السبلينيك فين. برضه حاجه كده زياده كده، يعني حاجه على مقاسهم كده، في حاجه اسمها البارا امبلايكال فين. بارا امبلايكال فين اللي هو المفروض واخد الدم من الامبلايكس بيروح يصب لي في الليفت برانش، الليفت برانش اوف بورتال فين، البارا امبلايكال فين. بس الرسمه دي تعرفها وخلاص، انا الرسمه دي هتهمني بعد كده في البورتال هايبر بريشر. خلاص؟ في برضه معلومه كده خدتها في البطنه، النورمال بريشر بتاع البورتال فين قد ايه يا جماعه؟ ها؟ النورمال بريشر من 7 ل 10 مللي ميركري او من 10 ل 15 سنتيمتر ايه؟ بورتال. بس وشكرا، ده الكلمتين اللي انا عايزهم في الاناتومي، الرسمه والرقمين دول، مش اكتر من كده. خلاص؟ طيب تعالى نبدا بقى في البورتال هايبر تنشن، يعني ايه يلا يا اولاد؟ ايه؟ يعني ايه كلمه بورتال هايبر تنشن؟ ها انكريز في البريشر في البورتال فين اعلى من كام؟ ها؟ اعلى من 15 مللي ميركري او اعلى من 20 سنتيمتر بورتال، صح؟ ايه اسباب البورتال هايبر تنشن؟ نسترجع الذكريات. طبعا كل اللي بقوله ده شكوى، كلمه شكوى ديت يعني مش عايزك تحزق وانت بتذاكر يعني عشان ما يجيلكش كفايه. خلاص؟ طيب اسباب البورتال هايبر تنشن، حد كده يدينا لنا سايد كده يجيب لنا على مصر. ايه اسباب البورتال هايبر تنشن؟ يونيجي اوف بورتال هايبر تنشن. زمان كان يقول لك اسباب الضغط عامه او البريشر عامه اما انكريز في الريزيستنس او انكريز في الفلو. خلاص؟ الريزيستنس المقصود بيها الاوبستراكشن، الاوبستراكشن ده اما بري هيباتيك ها او هيباتيك، فاكرين التقسيمه دي؟ او بوست هيباتيك. خلاص؟ والهيباتيك ده اما بري ساينوسويدال او ساينوسويدال او بوست ساينوسويدال، صح؟ اه ماشي كلام الستوات. طب سيبك من ده كده وتعالى على الرسمه دي عشان بس ايه تبقى انت عارف، ادي المفروض الليفر اهو. خلاص؟ الليفر ده المفروض ادي بيصب فيه البورتال فين. خلاص السبلين اهو ده السبلين، ده السبلينك فين، ده البورتال فين، ده السبلين مسنتك فين. والمفروض خارج منه ايه يا جماعه؟ ها؟ الهيباتيك فين؟ كم هيباتيك فين المفروض؟ ما علينا انتوا مش عارفين، ثلاثة اعتقد انكم عارفين. خلاص؟ الثلاثة دول بيروحوا يصبوا في مين؟ مش عارفين برضه مش مهم، هيروحوا يصبوا في الاي بي سي. خلاص؟ طيب تعالى كده جوه الليفر بقى،
تعالى جوه الليفر. جوه الليفر كده كان زمان وانت في سته ابتدائي كان يقول لك ان في حاجه اسمها ريماتيك ساينوسايتس اهي صح اهي بالمنظر ده كده اللي هو الاشكال دي السداسيه دي خلاص. طيب كان في النص هنا في حاجه اسمها ايه السنترال بينكس حاجه اسمها السنترال بينكس تمام. في هنا في المكان ده كده حاجه اسمها البوتال تريال هنا اللي هم ايه برانش من الضغط وبرانش من الارضي وبرانش منين من الفين. المفروض الدم جاي من فين لفين يعني الدم اهو دخل البوتال بينك صح اهو جوه الليفر اهو بس وادي السينوسويد ده المفروض هيروح لمين يا جماعه ها هيروح لمين للسنترال فين؟ لا ده سنترال فين مع سنترال فين مع سنترال فين يعملوا هيباتيك فين. امال الدم ده هيجي لك كام يعني الدم من البوتال فين هيروح هنا للبوتال فين ومن البوتال فين للسنترال فين يعني الدايركشن اوف بلاد المفروض من هنا لهنا السهم بتاعي ده كده خلاص اللي هو من البوتال فين للسنترال فين من البوتال فين للسنترال فين بعد كده سنترال فين مع سنترال فين مع سنترال فين كل ده يتجمع كده ويروح يعمل لي هيباتيك فين. انت لازم تفهم النورمال دايركشن او النورمال فلو. ما هو يعني ايه كلمه بري ساينوسويدال وساينوسويدال وبص ساينوسويدال هو ده انا عايز اوصل له يعني على الرسمه اللي قدامك دي خلاص. كلمه بري ساينوسويدال يعني الاوبستراكشن فين بري ساينوسويدال يعني الاوبستراكشن هنا ساينوسويدال يعني هنا بوست ساينوسويدال يعني هنا ما هي دي الهيباتيك ساينوسويدز هنا في المكان ده خلاص. يبقى ده ساينوسويدال ده بري ده بوست تاني ده ساينوسويدال ده بري ده ايه؟ بص ده انا الدايركشن بتاعك جاي كده خلاص فده بيسميه البري وده بيسميه ايه؟ البوست. انت لازم تفهم الفلو خلاص؟ طيب امال كلمه بري هيباتيك يبقى تاني بقى بري هيباتيك اهو تحت هيباتيك اهو بوست هيباتيك اهو خلاص؟ طيب تعالى على الهيباتيك كوزز اما بري ساينوسويدال ساينوسويدال بوست ساينوسويدال فاهم السايت؟ اناتوميكال سايت؟ طيب اديني اسباب سبب او اتنين من كل واحد انا مش عايز اعرف كل الاسباب. اول حاجه انكريس في الفلو انكريس في الفلو يعني الدم اللي رايح للبوتال فين او الدم اللي رايح للليفر كتير. طب ده كتير ده اسبابه زي ايه؟ رقم واحد اسبرين وميجالي مثلا الاسبرين كبير جدا فبالتالي الفينس تمر اخباره ايه؟ ها كتير صح؟ طيب او فيستولا ما بين فيستولا ما بين الارتي والفين اللي هو فيستولا ما بين اسبرين الفين واسبرين الارتي مثلا فبالتالي الدم هيروح من فين لفين؟ ها؟ من الارض للفين صح؟ يبقى انا زودت الفلو اللي هي كان اسمها زمان حاجه اسمها ها؟ فاكرها هانتي سندروم لو كنت فاكرها يعني خلاص؟ او فيستولا ما بين البوتال فين والهيباتيك ارتري نفس الكلام الدم هيجي لك من الهيباتيك ارتري للبوتال فين كل ده يعلي لك الضغط في البوتال فين خلاص؟ ده كل ده انكريس في الفلو يبقى فيستولا ما بين ارتري وبين ايا كان بقى هما مين. طيب تعالى على دي بري هيباتيك هيباتيك بوست هيباتيك بري هيباتيك احنا قلنا بري هيباتيك يعني تحت تحت ده يعني حاجه من اثنين يا اما اوبستراكشن في السبلينيك فين يا اما اوبستراكشن في البوتال فين خلاص. يعني يا اوبستراكشن هنا يا اوبستراكشن هنا. اوبستراكشن هنا اديني اي سبب سبب واحد مش شرط كل الاسباب اللي عندك سبب واحد ها سبلينيك فين ثرومبوزس مثلا خلاص او تويست خلاص او تيومر نفس الكلام في البوتال ها بوتال فين ثرومبوزس او تيومر من بره ضاغط عليه مش كده؟ ما تستعجلش عليا ما تسبقنيش ما تستعجلش عليا اهدى انا عندي السؤال بتاعك انا هساله لك دلوقتي خلاص. يعني الاسباب بتاعت البري هيباتيك اما اوبستراكشن هنا او اوبستراكشن هنا. طيب ده ايه بري هيباتيك. طب هيباتيك ها اديني سبب واحد بري ساينوسويدال ساينوسويدال بص ساينوسويدال بري ساينوسويدال زي ايه الاسباب هنا اديني سبب واحد اشهر سبب ها البيهازيز مش انت خاطر البيهازيز بيعمل حاجه اسمها بيريبورتال فايبوزيس كلمة بيريبورتال فايبوزيس يعني فايبوزيس هنا خلاص. يبقى سبب واحد هنا البيهازيز اهو سبب واحد بس. طيب ساينوسويدال ها اديني سبب واحد برضه ها سيروزيس سيروزيس يعني في سيروتيك نديون هيغطي على ده صح. طيب يبقى ساينوسويدال سبب واحد زي سيروزيس. طيب بص ساينوسويدال هو مفيش الا سبب واحد اصلا ها خد دي انا معايا الضغط. طيب بص ساينوسويدال بص ساينوسويدال يعني اوبستراكشن هنا في السنترال فينز هنا اهو اللي هو كان حاجه بيتسموها ايه؟ ها فينو اوكلوزيف ديسيز. يبقى بص ساينوسويدال فينو اوكلوزيف ديسيز. طيب بص هيباتيك اطلع فوق بص هيباتيك اما اوبستراكشن في الهيباتيك فين؟ اوبستراكشن في الاي بي سي او مشكله في الهارت بقى. خلاص؟ اوبستراكشن في الهيباتيك فين دي كنت بيسموها ايه؟
هاي اللي هي الباك كيان مش كده؟ أو obstruction في الاي بي سي أو obstruction في الهارت يعني congestive heart failure. خدتوا الأسباب دي كلها صح؟ طيب بص فلش فايز الهارت ده عايز حاجة واحدة بس كل ده كده على عيني وعلى راسي اسباب التوتال هايبرتنشن كلكم عارفينها لو كنت عايز صغير هيقول لي بس انا عايز تعليق صغير قوي ماشي كل الاسباب دي انا مقتنع بيها معايا حاجه واحده الاوبستراكشن في الاسبرين الفين اسالك سؤال الاوبستراكشن في الاسبرين الفين يعلم يعمل توتال هايبرتنشن ولا لا خدتوها في البطن صح ما خدتوش من ضمن اسباب التوتال هايبرتنشن اسبرين الفين اوبستراكشن التخدش اتاخدت ما تقولش دو كانت مكتوبه والله ايوه هي في ناس بتقول اه ما خدتش سبرينج فينسونجوزس ما خدتش تويست اوف ذا سبرين ما خدتش كبسه هيت بنكرياس اتيوبا في البنكرياس يحط على سبرينج فين يبقى انت كنت بذاكر مسكات شرشه خلاص كده ده شرشه ماشي اه بيقول لك اه خدوها ايوه من ضمن الاسباب الكوتال هايبر تنشن سبرينج فين اوبستراكشن صح طب عايز اعرف اوبستراكشن هنا هيعلي الضغط هنا هو ضد هايبرتنشن يعني ايه؟ يعني انكريز ويت بريشر في التوتال بي صح؟ طيب اسالك السؤال بتاعنا بتاع الجراح يا ابني وانت عمال تلف في الشفا وكده وعمال تقول لي ده ايه 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 هتلاقي في البطن ولا في الناس اللي قالت اه سيبك انت الناس بتقول لا ما يبقى تسكت مش عايزها في عندي اتنين هنا قالوا اه في حد تاني قال اه هز راسه كده انا معاك انت معاك طيب ماشي يعني هتلاقي في البطن يعني دكتور البطن قالها صح طيب بلعتيها ولا هو ضحك عليك وعداها وخلاص ها خدتيها اهي واحده قالت اه اهي والخزن وعداها عند نفس الدكتور لا حول ولا قوه الا بالله طب الوينج ده كان بياخد عند مين وينج الحريق ده كان بياخد عند مين ايه طارق طارق جميل الوينج اللي كان بيقول لا عند مين شريف الله ينور عليكم يبقى شريف قال لا او ما اطمشت عداها ما عندوش تفسير لها طيب الدكتور طارق عنده تفسير لها طيب خلينا لا طارق ولا شريف نكبر دماغنا ايه انسى بتاع البطن هسالك انت سؤال اوبستراكشن هنا عند الضغط هنا اه ولا لا اه ولا لا ها طيب اللي قالوا اه انت بتقولي اه ازاي هو الجمع ده هو مش هو لا بس الواحد عليه ولا انا بص عليه طب على مالك اوبستراكشن هي الضغط الثاني اللي هيعلى الدم المفروض ماشي كده يبقى الضغط هيعلى فين يا حاجه يا حاجه براحه عليا اوبستراكشن هنا في دم جاي كده وفي دم جاي كده الدم ده جاي رايح كده والدم اللي جاي كده رايح كده عند الاوبستراكشن هنا يبقى منطقيا الضغط هيعلى فين هيعلى في الحته دي صح هيعلى هنا رحمه امي ما هيحصل يا جماعة سبلينك فين وبستراكشر مش هيعليه الضغط هنا هو فقط لا غير عمر ما الضغط هيعلى هنا ده اسمه فولتر هايبرتنشن اه بس له اسم بقى عندنا في الجراحة اسمه سيكتوريال فولتر هايبرتنشن كلمة سيكتوريال يعني ايه؟ سيكتور من الفولتر سيركيليشن يا جماعة كلمة فولتر هايبرتنشن مش انكريز في البريشر في الفولتر فين؟ في الفولتر سيركيليشن كلمة فولتر سيركيليشن اللي هو قدامك ده كله على بعض لما يحصل اوبستراكشن هنا هيعلي الضغط في الحته دي بس ده احنا بنسميها عندنا في مصطلح بنساله في الشفوي اسمه سيكتوريال او له اسم تاني ليفت سايدد فولتر هايبرتنشن فهمت يعني كلمه ليفت سايدد يعني فولتر هايبرتنشن في المكان ده بس اللي هو على ليفت سايد خلاص هو ده اللي بنساله في الشفوي خد بالك انا النهارده مش هقول لك كلام بطل كلام الضغط هتقلب قوله بسرعه امال هاجي على النص كده انا ستوب دي عندنا الجراحه احنا بقى خلاص اول سؤال تساله في الشفه كده الدكتور حاجه حاجات يقول لك وانا تعال يعني ايه كلمه سكتودر سكتودر بوتا هيبا تنش حد اسبرين ما انت بتدي لك حد اسبرين حاله على ضم 65 درجه خلاص يوم يسالك يقول لك يا ابني يعني ايه سكتوريال بوتا هيبا تنش تقول له كلمه سكتوريال يعني بريشر عارف الاسبرين فين فقط
هيقول لك يا ابني اسبابه ايه؟ قول له هي اسباب مين؟ السبلينج نيم اوبستراكشن. خلاص كده؟ يبقى ده رد على سؤالك. اتحددت؟ طبعا. ماشي. طيب ده كده اسباب الاوضه هايبرتنشن. خلاص طبعا الاسباب ديت زي ما اتفقنا خدها على ايه وكل عنوان سبب واحد بس اكزامبل. تعال نشوف يا عم الباثولوجي او السكندري اسبكت ايه اللي بيحصل في الاوضه هايبرتنشن يا جماعه؟ برضه تعالى نقول كلام البطنه اهو الباثولوجي او تسميها السكندري افكت زي ما انت بتسميها رقم واحد الليفر ايه اللي بيحصل في الليفر يا جماعه؟ يعني بيكبر بيصغر بيتحبب على عينه على حسب صح لو اوبستراكشن هنا بوست هيباتيك يبقى الليفر ده يحصل له ايه؟ كونجشن صح يعني كبير طيب لو السبب هنا الليفر هيحصل له ايه؟ مش هيحصل له حاجه طب لو المشكله جوه الليفر يعني سيروزس الليفر هيحصل له ايه؟ شرينكج طب جميل يبقى الليفر اكوردنج تو ذا بوست تعالى على السكرين السكرين هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ ده في قاعده عامه خدتها في البوستر هايبر تنشن يقول لك ذير از نو بوستر هايبر تنشن وزاويه السبرين وميجالي يعني ايه؟ السبرين وميجالي ده اساس يعني مفيش حاجه اسمها واحد عنده بوستر هايبر تنشن والسبرين ما كبرش هيكبر هيكبر هو بيكبر ليه؟ ها هيكبر ليه؟ ها؟ ايوه يعني باك بريشر صح؟ يعني لما يكون البريشر عالي السبرين بيكبر طب هو ده حلو ولا وحش؟ تبقى سنه الجراحه السبرين وميجالي يا ابني حلو ولا وحش في البوستر هايبر تنشن؟ دي حاجه كويسه يعني ها؟ بيزود ايه؟ الله ينور عليك يعني ياخد بلاد كتير صح؟ يعني لما السبرين ده يكبر ياخد جواه بلاد كتير صح؟ البلاد ده يخفف الحمل شويه عن مين؟ عن البوتا فين؟ اسالك سؤال ينفع تعمل سبرينكت في بوتا هايبر تنشن؟ على طول ينفع؟ ينفع اعمل سبرينكت في بوتا هايبر تنشن؟ انت قايل من شويه ان السبرين ميجا ده حاجه كويسه صح؟ لان هو بيخفف الحمل على البوتا ده ينفع اعمل سبرينكتومي؟ كونترا انديكيتد الله ده انت خضتها في البطن لا اختطاف البطن سبلينكتومي مع دي فاسكولاريزيشن سبلينكتومي الون كونترا انديكيتد ودي هاخدها في التريتمنت الحصه الجايه الله ليه؟ وده سؤال بيسال في الشفا يقول لك يا ابني لو عملت سبلينكتومي في بطن الهايبر تنشن البريشر هنا هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد لان انت اللي كان بيخفف الحمل عن ده انت شلته لو انت سيادتك وده هفسرها الحصه الجايه في التريتمنت لو انت رحت عملت سبلينكتومي في واحد عنده اوسوفيشال فارسس ثاني يوم هيحصل ابشر فارسس ثاني يوم خلاص ليه؟ لان بيحصل صادم انكريس في البريشر في العمر لان اللي كان مخفف الحمل انت شلته مره واحده امال تعمل ايه؟ تعمل سبلينكتومي مع ايفاسكولايزيشن اللي انت خدتها في البطن حاجه اسمها حساسه ما يحسبش سبلينكتومي بس ده سبلينكتومي ده حاجات ثانيه خلاص يبقى ده سؤال بتسال في الشفا طيب ادي السبلين رقم ثلاثة طبعا خدته انه بيحصل كونجيشن كونجيشن في الاستومك وكونجيشن في الانتستين كونجيشن في الاستومك بقى يديك ديسبيبسيا خلاص يديك بنت اكثر كونجيشن في الانتستين يديك مثلا ايه دايريا طيب رقم اربعه تعالى نتكلم عن اسايتس شويه اسايتس هل البطه هيبقى تنشن يعمل اسايتس يلا كلام البطنه ها يعمل اسايتس ها كده الله ينور عليك شوف هو بيقولها ومكسوف وانا عارف هو مكسوف ليه خدتوها في البطنه يقول لك بطن الهايبر تنشن ما بيعملش اسايتس هو بيعمل لوكاليزيشن للاسايتس يعني لا بص ركز معايا انا ما قلتش ايه هي اسباب الاسايتس في البطن الهايبر تنشن لسه السؤال ده بعدين خلينا الكلمه اللي انتوا حافظينها ومش فاهمينها يعني ايه كلمه لوكاليزيشن في الاسايتس واحد يقول لي يعني الله ينور عليك يا اصل في رد زي ما في كتير رد عليه دلوقتي يقول لك كلمه لوكاليزيشن اوف سايتس يعني بيعمل لوكاليزيشن اوف سايتس في الابدومن بس وهي لو واخذه بوحتيزه هو اصلا في حته ثانيه غير البطن ها طيب يعني ايه كلمه لوكاليزيشن اوف سايتس يعني ايه خدته في البطن لما بيحصل هايبو البومينيا او الـ اي اسباب البطن الاسايتس دلوقتي اللي هقولها دلوقتي اول حاجه بتحصل ايه اكسترافازيشن اوف ذا فلويد اول حاجه بتحصل ايه؟ اديما لو ليفر صح ولا غلط؟ مش انتوا خدتوها كده؟ ان اول الفيرست ساين اوف هايبر مينيا هي اديما لو ليفر صح؟ في العيان ده ما عندوش اديما لو ليفر. ده معنى كلمه لوكاليزيشن اوف سايتس يعني الفلويد اللي هيخرج هيخرج كله في البطن. خلاص؟ اللي هو زي ما زميلتكم قالت اللي هو الجنرايز انساك اللي بتحصل في العيان ده مش هتحصل. ده معنى كلمه لوكاليزيشن اوف سايتس يعني الفلويد اللي هيخرج هيخرج كله في البطن بس. خلاص؟ طب ايه بقى اللي هي اسباب الاسايتس؟ اللي هي اسوشيتد مع البوردر هايبرتنشن بقى اللي انتوا بتقولوه رقم واحد هايبو البومينيميا صح؟
طيب اللي قال الهايبرانيميا ده هو نورمال اكومين كام؟ ها ماشي يعني 3 دي غلط 3.5 خد بالك كلامي لازم يبقى واضح فوق ال 3.5 من 3.5 ل 5 امتى يحصل اسايتس لما يكون اقل من كام من 3 ده بيسموه اسيتيك ثريشولد خلاص كده طيب ادي واحد ايه كمان ايه اسباب الاسايتس في عيان زي ده ها انكريزنج كابيلاري بريشر ماشي عيان ده عنده ليفر سيروزس فبالتالي الاي دي اتش مش هيتكسر والالستيوم مش هيتكسر خلاص فبالتالي هيحصل سولت موتر ريتينشن فاكرين حاجه اسمها ويبنج ليفر ما هي انت حاطين اسماء كده متعلقه بس خلاص ويبنج ليفر او اللي هو الايه الليمفوريه او الليفر بيبدا ينشع في البوتال هايبرتنشن صح دي اسباب الاسايتس ماشي يا عم رقم 5 تعالى بقى على مين اهم حاجه الكولاترالز اللي احنا بنسميها ايه يا جماعه بورتو سيستميك شوك ايوه ما هو شفت انا قلت ايه ما هو المفروض اي عيان عنده هايبو اكومينيميا اي عيان مظبوطه هايبر تنش المفروض يحصل ايه الاول يجي مولر بعد كده بيحصل اسايتس بعد كده عيان لما يكون عنده بوتا هايبر تنش مع الهايبر اكومينيميا البوتا هايبر تنش تمنع الايدي مولر وما تديني الايه الاسايتس ما معنى كلمه سوبرزيشن اسايتس يعني ايه يعني الفلويد اللي هيخرج بس البوتا كمان كلمة كويسة طيب تعال بقى نتكلم عن الكولاترال شوية تعال كده قول لي السايز اوف كولاترال طبعا الجدول اللي قدامك ده اكيد 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 يعني ايه بتحلم بيه شفته 5555 مرة قبل كده صح ولا غلط؟ يلا يا ولد قول لي السايز طبعا انت بالظبط ما كنتش بتعلق فيه هو البورتال وايه هو السيستم او كنت بتعديها بتطنشها صح؟ طيب هنا في الجراحه بقى لو طنشتها اديك بالجزم لان احنا خدنا اناتومي خلاص فانت لازم تقول لي ايه هو البورتال وايه هو السيستم في كل واحد فاهم؟ نمسكها واحده واحده اول حاجه طبعا مين؟ الاسوفيجاس طيب الاسوفيجاس كولاد مين البورتال ومين السيستم؟ قول خدتها قبل كده ها؟ البورتال مين؟ اهو الاسوفيجاس اهو طبعا انا عارف يعني الذكريات يعني خدناه السنه اللي فاتت الاسوفيجاس ده انا عارف خلاص فاكرين لما جينا قلنا يا جماعه الاسوفيجاس في عندك هنا الليفت جاست فينت وفي هنا الازيجاس فين خلاص فاكرين الازيجاس طب جميل الازيجاس ده يا جماعه ده سيستم خلاص امال الليفت جاست فين انا لسه ليفت ورايت جاست اللي بيصبوا في البورتال يبقى ده ايه الليفت جاست مع الشورت جاست طبعا خلاص دول ايه البورتال طبعا هيعمل ايه يا جماعه ها اوسوفيجيال فالس ده اول واحد ها رقم اثنين الريكتر قول لي البورتال والسيستميك البورتال سوبيريو ريكتر مش احنا الريكتر ده سوبيريو وميديو وانفيريو سوبيريو كان جاي من ايه؟ ها الفيلم زلت فضل لي كان بيصب فين من شويه؟ ما احنا خدناه اللي هو كان بيصب في مين؟ في الاسبرينيك فين صح؟ طيب يبقى انت عندك البورتال اللي هو السوبيريو ريكتر فين امال السيستميك هو مين؟ ميدل اند انفيريو طب ده هيعمل لي ايه؟ ها ده هيعمل لي ايه؟ باير تعلمك خدنا باير خلاص ده وقلت لكم هناك يا بهوات في فرق ما بين كلمه باير وريكتال فيرسس اللي بنضف دماغك خلاص يبقى هنا المفروض هيعمل لي ايه؟ ريكتال فيرسس وليس باير واعتقد فهمنا ايه الفرق ما بينهم لما جينا خدنا الباير رقم ثلاثه ها الراوند امبايكس ها فين البورتال وفين السيستميك البورتال هيبقى مين؟ بارا امبايكال فين ده احنا خدناه من شويه بيصب فين؟ في الليفت برانش طب السيستميك بتاعي ها سوبيريور وانفيريور جاستريك فينز دي من الاخر الفينز بتاعت الابدومنال هول يا جماعه دي سيستميك طب هتعمل لي ايه يا جماعه؟ ها حاجه اسمها الكابوت ميدوسا طيب فاكرين عارفين ايه هي الكابوت ميدوسا دي؟ ها صورتها عندك برافو عليها بقى ست زي القمر خلاص الجنيه في كده لك ما اعرفش ايه افريقيه نص كده افريقيه كان بيقول العيال الصغيرين اهي يا حلوة فعلا اعتقد الثلاثة دول مش عارف انا مترعش الثلاثة دول اعتقد سيمتوماتيك حاليا صح ولا غلط؟ يعني العيان هيجي لك بوسوفجيال فيرسس سيمتوماتيك بليدنج او اي كان وده بليدنج وده باين عندك صح؟ في عندك ثلاثة تانيين بنسميهم سايلنت فيرسس سايلنت يعني اسيمتوماتيك اللي هم مين؟ عندك الراوند الليفر الراوند السبلين في البوستيريور ابدومينال وول الحاجات ديت يا جماعه ما تبانش الا انترا اوفر خد بالك من الكلام انترا اوفر
الليفر. ادي الليفر اهو، مش الليفر ده يا جماعه نايم على الدايفرام، الليفر ده بورتر، والدايفرام ده في عندي حاجه اسمها الفرينيك فين. فرينيك فين ده المفروض اللي بياخد الفينوس رينج بتاع الدايفرام. الفرينيك فين ده سيستم، والليفر ده بورتر، بيحصل لي فين سينوكيرا فين ديت البنشر اللي بفتح بطن العيان خلاص، اجي على البوستير ادومينال وول الاقي فيه دايليتد فينز ده جوه البطن، جوه البطن. خد بالك، هل العيان هيجي يشتكي منها؟ لا، بنسميها سايلنت. خلاص من كلمه سايلنت. طيب السبرين نفس الكلام، انت عندك الناحيه الثانيه ادي السبرين وبرضه ادي الدايفراج، خلاص كده برضه بيحصل ايه؟ ليتو بوتينيال فينز او دايليتد فينز، برضه نفس الكلام عندك بوستير ادومينال وول، بس ده جوه البطن، يعني بفتح البطن الاقي في البوستيريا ضمن الغول ورا البنكرياس الاقي فيه دايليتد فينز انترابوتينيه. كل ده يا جماعه ما بيتكشفش الا فين؟ الا جوه العمليات. العيان مش هيجي لي بيه. خلاص دول بنسميهم ايه الثلاثه دول؟ سايلنت. مش مهمين بالنسبه لي حتى. خلاص انا تمام مش عارف اعرف واحد اثنين منهم مش هتفرق. بس انا عندي الثلاثه الاساسيين اللي هم الاولين دول. بس سيمتوماتيك على العيان. يعني البروجكتورز دي يا جماعه بتعمل ايه او كيفيتها ايه او حصلت ليه؟ ها؟ طيب تعالى ناخد مثلا البروجكتور المشهور اللي هي الاستراتيجيه البروجكتورز مثلا يعني. خلاص ادي المنظر عندك اهو. ادي البروجكتور وادي السليك وادي الاثنين صح؟ وادي الاستومك هيك. خلاص؟ وادي الاسوبر. مش انت قلت لي في ليفت ورايت جاستريك هنا؟ المفروض الليفت جاستريك ده بيصب في مين؟ او بياخد درينج بتاع مين؟ بتاع الاسوبر صح؟ طيب ايه فكره الاسوفجيال فيرسز او الثلاثه دول؟ بص يا سيدي، لما يكون عندك مشكله في الليفر، خد بالك من الكلمه دي، مشكله في الليفر يعني انتباه الكون خلاص، ايا كان بقى هو فين، ساينوسويدال ساينوسويدال بص ساينوسويدال، الدم هيجي كده هيلاقي الدنيا قدامه ايه؟ مقفوله. ايه اللي هيحصل؟ هيقوم جاي لك كده، جاي كده رايح على الليفر جاستري فين؟ هيقوم رايح على مين بقى؟ على الازيجاس فين؟ ومن الازيجاس فين يقوم رايح فين؟ للانفيو فين؟ الله؟ يعني الخلاصه دي عملت ايه؟ ايه؟ النورمال دايركشن. ارجع النورمال دايركشن يا استاذ، الدم بتاعك صوب بس بيجي من الليفت جاست للليفت جاست يعني كده. خلاص؟ تمام؟ وبعد كده للبوتر ومن البوتر للليفر، ده المفروض. لما يلاقي الدم قدامه فيه اوبستراكشن لما هيبقى هنا؟ لا، لازم يلاقي له سكه. يلاقي له سكه دي عن طريق الشورتو سيستميك شنط. خلاص؟ اللي هو ايه؟ الدم يقوم جاي عكس، رايح للليفت جاست للازيجاست للاي بي سي. يعني الكولاتا دي عملت لي ايه؟ باي باس للليفر. باي باي للليفر. ودي مشكله الكولاتا يا جماعه. ما هو مش انت خدت الانكفالوبس بيحصل ازاي؟ انت خدت الانكفالوبس ايه اسبابه؟ انا هقول لك كمان شويه في الكومبليكيشن، ايه اسباب الانكفالوبس؟ ان الامونيا اللي هي جايه لك من الانتستن، الانتستن كلها امونيا صح؟ المفروض الطبيعي ان الامونيا دي هتيجي على السوبريو ميزنتريك فين؟ ما السوبريو ميزنتريك هي اللي بتغذي الانتستن صح؟ دي بتاخد الدم من الانتستن. المفروض الامونيا تيجي من هنا للبورتال للليفر، تتكسر في الليفر، ده المفروض. مشكله الكولاترا اللي هي بتاخد الدم اواي فروم ذا ليفر صح؟ بتعدي لك الليفر، بتعمل لك باي باس الليفر، فبالتالي الامونيا هتروح على الافتجاز على الازيجاس على مين؟ على السيستمك. تروح لك على البرين تدخلك في الانكفالوس. يعني الكولاترا دي وحشه ولا حلوه؟ دي زباله. لانك عملت لك ايه؟ باي باس الليفر. لحد كده مفهومه الكولاترا؟ طبق ده بقى على الاثنين التانيين، يعني نفس الفكره. ان هي بتاخد لك الدم اوي فروم ذا ايه؟ اوي فروم ذا ليفر، يعني تعدي لك الليفر، تدخله على السيستمك على طول. من غير ما تعدي على الليفر. فهمتوا فكره الكولاترز؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ هسالك سؤال، امال لما يكون اوبستراكشن؟ مش انت قلت لي من ضمن الاسباب بورتال فين اوبستراكشن او سبرينج فين اوبستراكشن؟ طب عايز اسالك سؤال، لما يكون في بورتال فين اوبستراكشن هل هتحصل نفس الكولاترز دي؟ دلوقتي خد بالك الليفر سليم الاوبستراكشن تحت الليفر، هحتاج كولاترز تبعدني عن الليفر؟ تعمل لي باي باس للليفر؟ لا صح ولا غلط؟ امال انا محتاج ساعتها كولاترا تو باي باس الاوبستراكشن ده بس عشان توديني الدم للليفر مش كده؟ دي الحاجه اللي انت ما خدتهاش في البطن يا استاذ. الكولاترا
انتوا خدتوا في الضغطه نوع واحد فقط لا غير مني. خلاص الواحد عندنا بنعمل واحد. انت بقى اللي انا قلته ده كده اللي انا قلته ده المعلم خلاص اهو انساه. الخلاصه اللي عندي نوعين. وانسى المذكره ركز معايا. كلاترا تاخد الدم او انت انزلفت صح اللي هو تعمل باي باس الليفر اللي هو الرسمه اللي قدامك ده اللي احنا حاصرها ده احنا بنسميها هيباتو فيوجل كلاترا. وعلى فكره الكلمه ده هي انتوا خدتوها من البطه بس بتوع البطه ما فسروهاش بالظبط انفستيجيشن صح. انا عارف البطه بيدرسوا في ايه وفين بالظبط. فبدات انفستيجيشن كده في البورتال المانومتري او في الفوتوغرافي يقول لك يا حاطط لك الدايركشن سكان دي باتو بيتر ولا باتو بيتر وده بتاع بطه كروته وماشي يعني كبر دماغك صح ولا غلط. عندنا مش حاجه اسمها كده. يبقى اول حاجه هيباتو فيوجر كولاتر. يعني ايه كلمه هيباتو فيوجر كولاتر؟ يعني كولاتر تاخد لك الدم او ايه فور ذا ليفر اللي هو تعمل لك بين قوسين كده باي باس الليفر خلاص. طب دي بتحصل امتى؟ لما يكون في هيباتيك كوز هيباتيك اوبستراكشن خلاص. اللي هي انواعها ايه؟ اللي انا عرفتها يعني اللي انا عرفتها كلها سواء اوسوفيشيال فيروس سواء ميكتال فيروس سواء كابوت ميدوزا. الثلاث انواع دول يا جماعه وظيفتهم ان هي تاخد الدم او يكون سلطه صح. دي بنسميها ايه؟ هيباتو فيوجل. دي بتحصل امتى؟ لما يكون في هيباتيك كوز. طب تعالى على النوع الثاني بقى. النوع الثاني بنسميه هيباتو فيتال كلاس. كلمه هيباتو فيتال يعني تاخد الدم طول سالبا وليس اوي فروم سالبا. ده بيحصل امتى؟ لما يكون في انفرا هيباتيك كوز. يعني لما يكون في اوبستراكشن في البورتال بريك ايه اللي يحصل؟ تعالى بقى نفصلها. ايه اللي يحصل؟ اهو اوبستراكشن زي البورتال بيرسون بوزس. ما سمعتش عن واحد عمل سبرينكتوم وبعد السبرينكتوم دخل في غدة فين سوبوزس؟ سمعت عن دي ولا لا؟ بتحصل كتير على فكره. دايما بعد السبرينكتوم يا جماعه لما ناخد في السبرين بيحصل سومبوسايتوزس ده بتتعلى قوي. لما بدل بتعلى بيحصل سومبوس في كل حته من ضمن السومبوس غدة فين سومبوس. طب هو الغدة فين سومبوس ده عامل ايش؟ ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ ده الدم ما عادش بيروح الليفر صح؟ طيب هسألك سؤال. هو وظيفه الغدة فين؟ ان هو ياخد الدم منين؟ من الابدومين صح؟ من الابدومين ايا كانت بقى من الابدومين اورجنز كلها ياخد الدم من الـ من الـ من البكتيرياس من الديودنم من الانتستين من الكيدني من الكول من كل ده ويروح يوديه مين؟ للليفر صح؟ طب حصل اوبستراكشن تقوم الاورجن ده في كلمه واحده في بوك واحد طز فيك يا بوتل مش عايز ايه اللي هيحصل؟ انت مش عندك كيدني مثلا اهي عندك كولون اهو ايه اللي يبدا يحصل؟ يبدا يفتح دايركت فينز. دايركت فينز من الكيدني للليفر الكولون للليفر انتستين للليفر. الفينز دي كلها ريتروبورفيرين. الفينز دي نورمالي بريزنت في جسمك بس كلها تبقى كولابس. يعني طبيعي في دايركت فينز من كل الاوجر للليفر بس الفينز دي يا جماعه نورمالي كولابس مقفوله. بتفتح امتى؟ اول ما يحصل بورتال فينز كومبوز تبدا الفينز دي تفتح تاخد لك الفينس روتين كله بتاع الابدومن تورد ذا مين؟ ذا ليفر دايركت. هسالك سؤال دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ يعني دي هتجيب انكيفالوباثي؟ هتجيب؟ لا هي ودت الدم اويكم ذا ليفر ولا تورد الليفر؟ تورد الليفر صح ولا غلط؟ ده عندها هيجي لك اصلا كان هيبقى بريزنتد زي الاوسوفيشال فيرس والحاجات دي؟ اصلا يعني ايه؟ يعني الهيباتو بيتا يا استاذ بتحصل لما يكون في انفرا هيباتيك كوز اللي هو بيساوي يعني بورتال فيتس ومبوزس خلاص. الكولاتر تفتح الكولاتر دي لها اسم ملهاش اسماء هي فينز كلها بتفتح دايركت من الكولون للليفر من الكيدني للليفر من الكول بلادر للليفر من الانتستين للليفر كلها دايركت فينز. هل دي يا جماعه لها انكيفالوباسي؟ لا. لا عندها سيمتوماتيك؟ لا. الله كلامي كله في الشابتر ده عن مين؟ عن ده. هو ده اللي بيموت يا جماعه. ده المصيبه. امال ده هيحصل له حاجه؟ نصب. عشان كده عيان لما يحصل له دوكا جيمسون بوزس منك بعد العمليه ولا يتنزل لك شعره. عادي كل العيان ولا تقلق مش هيحصل لك حاجه. خلاص؟ البنت بتفتح والعم بيعيش طبيعي مدى الحياه بدوكا جيمسون بوزس. اتفهمت؟ عشان كده انواع الكولاتر واحده. هو ده كلمه هيباتو بيتا والهيباتو بيتا اللي انت درستها. بس
درسوها لك كلمه وجربوها لك. خلاص؟ لما الدكتور عندنا في الجراحه يسالك انواع كل اطفال ايه؟ هتقول له يا بيه عندي نوعين. According to the psychostructure. قول له عندي حاجه اسمها هيباتوفيوجل وهيباتوفيتال. هيباتوفيوجل خلاص؟ لما يكون المستكشف فين؟ هيباتك، يعني يكون المستكشف في قلب الليبر. خلاص؟ طب دي انواعها ايه يا ابني؟ اللي انت عارفها في البطنه بقى. فاليس اوسوفيجال، فاليس زيكتال، فاليس كالوس ميدوس. خلاص؟ في عندي نوع ما درستوش في البطن اللي هو ده. لان ده يا جماعه اسيمتوماتيك انا ده مش فيهم اي مشكله خالص. اللي هو اسمه ايه بقى؟ هيباتو بيتال. وعشان تفتكرها كلمه بيتال ده بيتال يعني الدم رايح للبيت بتاعه. الدم رايح لمين؟ للبيت بتاعه، البيت بتاعه اللي هو الليبر. يعني تروب ذا ليبر. لما يكون فين يا جماعه؟ بوتال بين ايه؟ ثرومبوزس. خلاص؟ هل ده لها مشكله؟ هل ده تعمل بليدنج؟ تعمل انكفالوباسي؟ تعمل اي حاجه من المصايب دي؟ لا. خلاص كده؟ يعني دي حاجه حلوه، دي حاجه ايه؟ دي حاجه وحشه. فهمت؟ ايه ده؟ لا بص هيباتك ده مش قصتي. انسوا البوست هيباتك دلوقتي خالص. انسوا البوست هيباتك خالص، لان لو حصل اي بي سي اوبستراكشن والبلاوي ديت العام بيموت. خلاص؟ انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ على هيباتك او ايه؟ او في هيباتك. بوست هيباتك مش تابع في البوطه هيباتك. خلاص؟ طيب امشي عليك. بوست جلاديوس يعني عيش عليها دلوقتي. طيب يبقى دي كلها في انواع كلها في البحث. طيب جميل، يبقى انا فهمت دلوقتي يعني ايه هيباتو بيتر ويعني ايه هيباتو بيتر. طيب ايه الكومبليكيشن؟ يلا ها ايه الكومبليكيشن اوف بوردر هايبر تنشن؟ طبعا رقم واحد يحصل بليدنج من الاوسوفيشال فيرس صح؟ ايا كان بقى. طيب رقم اثنين ممكن يحصل فيرتيكالز، ممكن يحصل انيميا. طبعا هتاخد على مين؟ كلها على مين؟ هاي التفاصيل تحتها، بس الحاجه الوحيده اللي هتعطل تفصيليا هايبر سبلينيز. هايبر سبلينيز من اشهر الاسئله في الشفوي، وجي سؤال كراوند قبل كده. كلينيكال بيكشر اوف هايبر سبلينيز. تخيل البطة كان بيقول لك ان في خمسه دياجنوستيك كرايتيريا هايبر سبلينيز صح؟ طب تعرفهم ليه هم؟ قول قلت انا بحب الكوشه. قول قلت انتوا ما خدتوش بطي. قول يا اخويا منك يوم. ها الهايبر سبلينيز ها رقم واحد ايه يا جماعه؟ اسبلينوميجالي صح؟ طب رقم اثنين ها بان او باي او مونو سايتوبيني اعتقد انك ام. رقم ثلاثه ايه يا اولاد؟ ها ها بون مارو هايبرجريزيا زاد او ناقص. ها رقم اربعه اعمل اسبلينكتومي العيان يتحسن صح؟ رقم خمسه ايه؟ ها؟ ريفيرزد ريشيو الله ينور عليك. بس نقلع بص ونقعد في الكتف. انت قلت لي ايه يا اخويا ريفيرزد ايه؟ ريشيو من كم لكم؟ من اربعه لواحد. ايه عشان خاطر هي 2 لواحد؟ ما اعرفش في الاوكازيون خلاها من اربعه لواحد ولا ايه؟ بس هو على ايامنا كان 2 لواحد. 2 لمين؟ 1 لمين؟ انت قلت لي ريفيرزد ريشيو اللي هو سبلينك ليبر ريشيو من 2 لواحد صح؟ 2 لمين؟ 1 لمين؟ بص ادفع كل اللي في جيبي. ازاي حد فاهم الكلمه دي؟ طيب اسالك سؤال وده يدل انت فاهم ولا لا. الار بي سيز بتتكسر فين؟ ايوه مش فاهمين يا اخويا. ما في ماكرو فاليو في شعر في واحد زي الار بي سيز بتتكسر في الليبر مش في الاسبلين. النورمالي الار بي سيز بتتكسر في الليبر اكتر من الاسبلين. البلد بالعكس. تعال بقى نظف مخك. تاني معلومات بطن على فكره. ده بطن شكلي هشرح لكم بطن يا بهوات. نورمالي انا بتكلم عن نورمال. انت مش عندك ليبر وعندك سبلين مش كده؟ نورمالي الار بي سيز بتتكسر في الليبر اكتر من السبلين. اكتر من هما في الاثنين بس مين اكتر؟ في الليبر اكتر. ونورمالي البلاد بتتكسر اكتر في السبلين عن الليبر. ده النورمال يا حبيبي. معنى كلمه الكلمه اللي انتوا حافظينها مش فاهمينها يعني ايه؟ بص يا استاذ التست ده بيتعامل ازاي؟ انا بقوم جاي الار بي سيز بتاعت عيان صح؟ واخلط عليها كروميوم 51 اخلطهم على بعض واقوم جاي حاقنهم في العيان. الطبيعي خلي بالك الكلمه دي الطبيعي الار بي سيز هتروح فين اكتر؟ في الليفر ولا في الاسبرين؟ ها؟ الطبيعي هتروح في مين؟ في الليفر اكتر من الاسبرين. يعني الطبيعي 2 ليفر و1 اسبرين. ده الطبيعي يا استاذ. لما بيحصل هايبر اسبرينيزم يعني ايه كلمه هايبر اسبرينيزم؟ يعني الاكتيفيتي اوف ذا اسبرين بتزيد فبالتالي ساعتها الار بي سيز هتروح اكتر فين؟
فين؟ في الاسبرين على الليفر. يعني هيحصل الفيزيت ريشيو 2 اسبرين 1 ليفر. انت يعني ايه الكلمه دي؟ حد فكر فاهم الكلام ده؟ لا ما هو اللي يقول لك ار يبقى كان المفروض يعرف معلومه الار بس انت بتفسر فين ار. يا شيخ امال فهمتوا التست ازاي؟ ما هو التست لازم يتشرح كده. امال فهمتوا اثنين واحد واحد اثنين حلو قوي. اربعه اربعه اثنين مش مهم. الخمسه دياجنوستيك كرايتيريا اوف ذا هايبرز بالنسبه تحفظها زي اسمك والدكتور هيعرف بتبص في الحته دي خلاص. طيب ادي الايه الهايبرز بالنسبه كمل الكومبليكيشن عناوين. ها وضمن الكومبليكيشن كان عندك مين؟ انكيفالوباسي. واعتقد انتوا خدتوا في البطن اسباب الانكيفالوباسي ومكتوب عندك انها طبعا اهم سبب اللي هو مين؟ الامونيا. في عندك سبب ثاني هايبوكاليميا. عندك كده حاجه اسمها الاوماتيك تشين امينو اسيد. المهم دي طيب ها احنا خلاص ريفيزيت ريفيزيت ايوه. طيب يا سيده الفاضله ريفيزيت يعني هو الطبيعي من 2 ل 1 ريفيزيت تبقى من 2 ها اسبرين ل 1 ايه ليفر. ايوه بس كده من دي واحده دي بس بتشيل كلمه الرز ده بس عشان لو عايز تديها لواحد هتبقى 2 ليفر 1 2 بس تكتب كلمه الرز قبلها. اتفقت؟ خليت اللغه الانجليزيه ايه؟ اكيد واحد طبيعي من اللي فيها. حد يفهمها حد يترجم لها الانجليزي. طيب يبقى الكوميونيكيشن ديت يا جماعه ايه؟ عارفين مش عايز اي تفاصيل تحتها ما عدا الهايبر سبيس. طيب نتكلم عن الكلينيكال بيكشر بسرعه برضه مش عايز الكلينيكال بيكشر. ها عيان بتاع الفضل هايبر تنشن يا جماعه ها سيمبتومز هيجي يشتكي من ايه؟ بسرعه رقم واحد فين؟ فين فين يا جماعه؟ في الهايبر ولا في الليبتو هايبوكوندريا؟ الله ينور عليك اعدمك يا رب في ميزان عام. في الليبتو يا استاذ مش في الهايبر. معرفش ليه كلكم كده في الفلايت عايزين ليفر يعني. يا جماعه المشكله كلها في الاسبرين. اللي عندي اسبرين قد كده عم بيجي لي بيت في الليفت مش في الرايت. خلاص كده عم بيجي في الليفت مش في الرايت. طيب رقم 2 ماس. ها ماس في الليفت ولا في الرايت؟ قول بقى في الرايت تاني. الرايت تاني ولا هسد دلوقتي؟ في الليفت هايبوكوندر عشان الاسبرين. يا جماعه اسبرين 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 عند المين سيمتوم بتاعه هو الاسبرين وميجالي. طيب ممكن يجي لك بديسبيبسيا. خلاص ممكن يجي لك طبعا بالكومبليكيشن ايا كانت بقى هي ايه؟ كلها بليدنج هايبر اسبرينيزم لا لا. طيب ساينس افحص العيان كل ده طبعا يا جماعه قرايه ولا تحفظه جنرال ولوكال. بص بقى امك داعيه عليك والله العظيم في ساعه عصريه كده والدعوه مستجابه وكشفت شعرها بعد الدعوه وهرشت خلاص كده؟ اه ما هو عشان الدعوه تستجاب في شويه كرايتيريا كده الست تكشف شعرها وتقعد تهرش ما تفهمش فيه ايه. لو دخلت على حاله اسبرين وميجا حاله سقوط فعلا حاله سقوط في الجراحه. طبعا انت كنت في البطنه تتمنى الله يا رب اخش على حاله اسبرين يا رب يا رب يا رب. انت كنت في البطنه تتمنى لانك مذاكر جامع المدانه كويس. مذاكر يعني ايه مذاكر؟ يعني سيادتك مذاكر ميثودز اوبلتيشن بتاعت الليفر بتاعت الاسبرين وبلتيشن في الطاي وسبوستا الانجل وازاي تحسب سبوستا الانجل والانجل نورمال قد ايه ومن كذا كذا قد ايه والكلابنج والديفي اوف كلابنج. الكلام ده كله انت كنت مذاكره. طب هل تقنعني انك هتقرا جامع المجامع الثاني هنا؟ واحمد فهمي ده في وقت. طب اتفضل. مشكله حاله الاسبرين اللجنه كلها بتتقرا بطنه بحت. بطنه بطنه والله البطنه بتاعت ابوها يعني شوف انا بشرح لكم بطنه اهو هي بتبقى اوسخ من كده بقى. يمكن تيجي بس تقول ايه كلابنج تيرموس قول لي يا ابني انواع التيرموس ايه؟ وبتيجي في كلابنج قول لي يا ابني دي بيقول كلابنج سيانوزس قول لي يا ابني انواع السيانوزس ايه واسبابها ايه؟ ده حق انت الكلام ده كنت في البطنه مذاكره ايه؟ بس هتيجي في الجراحه والله يا بيه انا 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 مشكله الاسبرين يا جماعه بطن صفر في اخر السنه ان شاء الله هديك ثلاث اربع ورقات اللي فيها الاسئله الموست كوم اللي هي اللي انا قلتها دلوقتي كلابنج سينوزس تريموز ما اعرفش سبوست الانجل ما اعرفش ايه كده اسئله كتير قوي. بس طبعا انا ممكن الدكتور يسالك اكتر من كده خلاص بقى خطر الله ما شاء فعل بس طبعا لا خلاص. طيب ايه هي الشنر يا جماعه؟ الشنر ده بيساوي الحاجات بتاعت الليفر سيل فيلير.
خلاص كده الاكتيفيشنال ديكامينيشن هتلاقي عنده ايه بالمر سيما فريموس سبايدر ميباي طبعا الكلام ده مجرد كده انك تقرا كده اي حتيبه تعالى على اللوكال بقى الاكتيفيشن اوف سيرفر فان انسبكشن ممكن تشوف ايه في الانسبكشن يا جماعه طول فتره عايز برضه بقى تشوف ايه في الانسبكشن اهم حاجه عندي هو ايه ساينز اوف انكريز انترا ابدومينال بريشر اللي هي يا جماعه اقولها كده ها انا قلت من شويه ها وايدنينج اوف سبكوستال انجل صح ها دايفريكيشن اوف الطاي الامبلايكس اخبارها ايه تلاقي الامبلايكس مش كده طيب حاجه ثانيه في الانسبكشن ممكن تلاقي الكابوت ميدوس في الانسبكشن صح ممكن تلاقي الهايبوجوناديزم اللي هو الفيمينين ديستريبيوشن اوف ذا هير ممكن تلاقي هيرنيا تلاقي شو حاجات كتير في الانسبكشن طب بالبيشن هتعمل بالبيشن للليفر خلاص عيال الليفر ممكن يحصل فيه تعمل بالبيشن للسبلين خلاص دول الاثنين الاساس تعالى بقى ممكن تحس بالبابل سيل ولا مش ممكن ممكن ولا مش ممكن ها السيل بيتحس بالدوتال هيبر تنشن ولا ممكن فين في الامبلايكس امتى لما يكون في سيفير دوتال هيبر تنشن لما يكون في سيفير دوتال هيبر تنشن يعني الضغط عالي قوي 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 يعمل لك حاجتين بالبابل سيل وتيجي في الاوستالتيشن يكون اي اودبل بيرمي تقوم حاجه كده تتفطق في ذهنك خدته في البطن حاجه اسمها الفينوس هام والبيروي ايه الفرق بين الهام والبيروي بحت ها بطن بحت ايه ده الفينوس هام ده ايه كونتينوس ساوند خلاص كونتينوس ساوند ملوش دعوه بسيستول ولا دايستول اللي انتوا بتقولوا عليه فين صح امال البيروي ده سيستوليك يعني ده له دعوه بالارض بص بقى لما يكون في سيفير اهو سيفير بورتال هايبرتنشن بورتال هايبرتنشن تسمع تعمل حاجتين بالبابل سليب واودبل بيروي دي ليها اسم يا استاذ هتلاقي مكتوب عندك انا بنطق مره واحده بس وانت كم بطق انت بقى حاجه اسمها كوفيليير فون جالتن سندروم بس خلصت اصل هي كلها ار فانا مش هدقق بقى وما اتعلقش خلاص كده ماشي ما تطلبش مني ان انا اطلعها لك تاني منعا من الاحتراق خلاص انا في الشات وبنطقها مره واحده بس هو الدكتور مش فاهم حاجه خلاص كلها ار كلها ار ودي ميزه انك كل عندك لفه المهم تمام يبقى ده لما يكون في كبير بوتر هايبر تنشن طب تعالى على الفينوس صام الفينوس صام يتسمع فين؟ بحط السماعه يتسمع هنا خلاص اللي هو بين بوي ما بين السيستم والامبلايتس صح خدته كده حاجه في البطنه ان لما عيان حاطط السماعه اهو وسامع الكونتينوس ساوند يجي ياخد انسبيريشن الصوت بيزيد فاكر دي كان اسمها ايه؟ تاني انت حاطط السماعه سامع البين الصم خلاص تيجي تخلي عيان ياخد نفس كده الصوت بيزيد ده بيسموها الايناوي ساين ما خدتوش الايناوي ساين ما كانش مكتوب جمع المجامع يا استاذ مش كده؟ واحمد ام بطنه مش كده؟ الايناوي ساين لما تيجي تاخد انسبيريشن البينوس ريتيرن بيزيد خلاص كده فبالتالي الصوت بيزيد تمام ده بيسموها ليه الايناوي ساين طيب ايه؟ البيروين ايه؟ اللي بيحصل بيه تبدا امبلايكا الارضي بقى يعني امبلايكا الارضي بيتفتح يعني الضغط بيبقى عالي قوي لدرجه ان هو يفتح مين؟ الارضي كمان خلاص بس ده امتى لما يكون في سيفير بورتال هايبر تنشن اللي هي الكوفيليير فون جالتن سندروم يبقى ده انسبكشن بالبيشن خلاص البورتاشن طبعا هلاقي فيها اسايتس الاوسكالتيشن وما تنساش تعمل البي ار ممكن تلاقي فيه ريكتال كارس ده كده ايه كلينيكال بيشن تعالى على الانفستيجيشن لحد دلوقتي كل كلامي بطل investigation اول حاجه لفرنت انفستيجيشن فاكس يلا فاكس يعني ايه قلب انا عايز تكتب ليفر فانكشن كيدني فانكشن سي بي سي طبعا ده كله ده كلام فاكس انا طيب ده كيلوجيكال
رقم واحد من واحد لألف ألتر ساوند. بصوا بقى تيجي نضف مخك نضف مخك انت خطف البطنه انت خرجت من البطنه عيان البطن هايبر تنشن بعمل له ايه؟ خلاص طبعا بطاقه في مانومتري ما اعرفش ايه شويه حاجات كده الحاجات دي اصلا ما بتتعملش ما بتركض بس يا جماعه هم الاثنين انفستيجيشن اللي بتعمل سبوت هايبر تنشن الاثنين ما لهمش تاني يعني ايه؟ يعني لما الدكتور يقول لك يا ابني اشخص بطن هايبر تنشن ازاي هم حاجتين تقولهم واحد واثنين وتكتبهم في الاول عندك رقم واحد الترا ساوند رقم اثنين اندوسكوب ورحمة أمه ما بيتعمل تاني بوتوجرافي ومانومتري والكلام الهبص اللي انت خدته في البطنه ده شيت عليه السيليكون نضف مخك هم الترا ساوند واندوسكوب الترا ساوند يشخص بوتال هايبر تنشن اندوسكوب يشخص فاليسس واحد يقول لي اندوسكوب كفايه لا ليه لو اندوسكوب ما لقيتش فاليسس هل ده اكسكلود بوتال هايبر تنشن لا طبعا خلاص يبقى الالترا ساوند وظيفته يشخص بوتال هايبر تنشن طب يشخصه ازاي كلمه واحده الاقي بورتال فين دايامتر اكتر من 14 مللي الله زي مين حاجه كده خدناها لسه واخدناها قريب زي كوم بايل ضغط كده كوم بايل ضغط اكتر من 1 سم ده يساوي ايه بوستاتيك شانس بس انا خدت الاربع امات بتوع الالترا ساوند خلاص زمان قلت لك الترا ساوند دي بوست الاربع امات انا خدتهم الاربعه خلاص خلص ايه هم الاربعه فكرني بيهم كده شيبس قلت لك دياجنوستيك امتى السبسبشن قلت لك دياجنوستيك لا تارجت ساين كان اتنين في الاطفال اهو واتنين في الكبار وبصرت الجوندس خدتها وضد الهايبر تنشن خلاص لو نسيت الالترا ساوند في الاربع عمال دول تضغط بالجسم ماشي يا جماعه يبقى رقم واحد الالترا ساوند كفايه لو يعني لو انت مثلا مختني كده ومعاك فلوس خلاص ممكن تعمل دوبلر او دوبلكس ان شاء الله لما نيجي ناخد الفاسكولار هنفهم الدوبلر والدوبلكس وايه الفرق والكلام الخاص اللي اتخذ في الفاسكولار طيب يبقى واحد الترا ساوند او دوبلر ودوبلكس هما الاثنين قريبين من بعض وسيبك من الكلام اللي تحت الدوبلكس او الدوبلر دلوقتي ابقى اشرحه في الوصول طيب في ايه تاني؟ سي تي وام ار اي لا مؤاخذه والنعمه عمرنا ما عملناها بص طيب تعالى بقى الحاجات المهمه فاريوم سوالو وفاريوم انيما طب فاريوم انيما عشان ايه؟ عشان البلهاليزيزس لان في نص دورهم كوز بلهاليزيزس طب احنا خدنا في البط في الجي اي تي في الدبلوماتيك باور قلنا تلاقي فين في البلانديز تلاقي في ايه؟ مالتيبل فيلينج ديفكت اللي هي كان اسمها حاجه اسمها هاني كومب ابيرنس اللي هي البوليبوزس يا جماعه. طيب فاريوم سوالو دي اشوف فين؟ اشوف فيها الفيزس. يعني ايه؟ اشوف فيها اللي هي المالتيبل لونجيتيودنال فار كده مطوله كده وساعات بدل ما هي مطوله الاقيها منوره. خلاص كده؟ اللي هي زي عنقود العنب كده تلاقيها منوره كده قلتها كده. ده الحاجات اللي ممكن الاقيها في الفاريوم. يعني الفيز اللي هي مكلكعه 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 كده خلاص يعني الاقيها يا مطوله يا مكلكعه مكلكعه دي بيسموها جريد لاين اللي هو على حدود العين طبعا عمرنا ما عملنا فاريوم بوستيجيال فيرسس ولا هنعملها حتى الناس اللي في الراوندات لو بتطلب وراك اشعه فاريوم بوستيجيال فيرسس اعرف الاشعه دي بقالها 100 سنه ما عادش الطلبه بتعملها ايه؟ هو الاندوسكوب ايه؟ لا مش اندوسكوب ولا حاجه بس انا لازم كده كده لازم اعمل اندوسكوب لازم حتى لو الفاريوم في فيروس هعمل اندوسكوب برضه. خلاص كده؟ وهقول ليه؟ لما اخد اندوسكوب. يعني كده كده لازم اندوسكوب، طب خلاص انت هتعمل فاريوم ليه؟ خلاص هو اندوسكوب هيشخص وهيعالج في نفس الوقت. يبقى فاريوم من فوق وفاريوم من تحت، احفظها كده. طيب، في شوية حاجات كده يعني اي بي يو عشان تطمن على الكدني. سيبك من الهاكس ده. تعالى بقى على الهاكس أكتر اللي هو البورتوجرافي. مش انتوا خدتوا في البطنة انك تصور البورتال بيبي. طيب عندك عنوانين تحت البروتوزوم اهو اكتبوا هنا ايه هي الميثود وايه هي الفاليو اوف بروتوزوم ليه بعمل بروتوزوفي او ليه كنت بعمل بروتوزوفي وازاي اعمل بروتوزوم نبدا بازاي ازاي اصور البروتال فين يعني قبل الليفر وقبل البروتال ازاي تحقن السبله في قلب البروتال فين عشان تبين الشجره ده ها كان في البطنه يقول لك ان في حاجات دايركت وحاجات اندايركت خلينا في الدايركت هفكرك بقى طب يقعد يحفظها لي رقم واحد بير كوتينيوس ترانس هيباتيك بوتوجرافي يعني ايه كلمه بير كوتينيوس ترانس هيباتيك؟ يعني بخش بكده في قلب الليفر لحد ما اوصل للبوتر فين واحرق السبب يا سلام
عيان عنده بوتال هايبر تنشن يعني الليفر بتاعه مضروب سيروز يعني دي تنسي خش الكبد عشان تموته تخطر هاي بيركوتينيوس ترانس سبلينيك بروتوكول خش الالترا ساوند تغير على السبلينيك فين تقوم داخل على البروتوكول فين يا سلام سهل جدا تدخل السبلينيك فين عشان يخش في البليدي طيب رقم ثلاثة يقول لك امبرايكال فين كاستايزيشن يسلم حته الامبرايكال فين ده يقول لك خش بالدوبلر بالمسطره كده طبعا احنا عارفين امبرايكال فين هيصب فين ها في الليفت بورتال يبقى انت وصلت البورتال احنا السبب طبعا ده كلام ايه رياني يا فكر يعني ده كلام اوبسليت اصلا اتشال من الكتب بقاله 100 سنه لسه فهمت المنصوره بس مختصين بيه للثقه الكبيره طيب يبقى بين كوتينيوس ترانس هيباتيك بين كوتينيوس ترانس كلينيك وامبرايكال فين كاستايزيشن يقول لك تعالى على الاندايركت عندك حاجتين يقول لك حاجه اسمها ارتيريال بورتوجرافي لا بقى لا كده اوفر ارتي لا كده اوفر بقى. اوفر يا جماعه مش قادر ارتيريال بورتوجرافي ايه يا احمر ارتري ايه داخل الارض لا لا مش عليا طيب بص بقى مش عندك هنا سكرين اه ماشي وعندك هنا سكرينك ارتري اه يفضل وبعدين يعني قال لك بص يا ولد عارفين الاصطاد اللي قبل بتعملوها بتعمل ازاي؟ بيتككوا من الثيرمال ارض قال لك خش من الثيرمال برضه من الجيم حيل من الكوم الهيلي جميل بتصورك الله ينور عليك بعد كده وصل للسيليك فاكرين انتوا السيليك طب؟ طب وبعدين وصلت للسيليك تقوم داخل في قلب السبلينك ارض والنرف وبعدين الاسطره هنا اهي احقن السمكه في السبلينك ارض السمكه دي هتروح فين؟ لما ده تحط السبرين وبعد كده من السبرين هترجع فين؟ ها؟ هترجع في البيت الله ينور حقنت في الارتري في الارتيريال فيز وصورت في الفينوس فيز ولا حول ولا قوه الا بالله انا ان شاء الله شو قصه دي كونجيشن اصلا وبتاع والدنيا انت معايا؟ اه انا معاك انت معايا انا على فكره مش مفترض على كلامك ان احنا بنقول ده كله اكسليت وكل ده فاكس وكل ده كان فايل زمان وكان عم بيموت اصلا على الصبيزه وانت بتعمل له انفستيجيشن وانا قلت ان ده بيتعمل دلوقتي انا على فكره ما اعترضتش على كلامك يعني انا مش فاهم اللي انت بتقوله بس انا ما اعترضتش بس طبعا ان شاء الله لما اجي اديك الفاصل بتاع من الاخر يعني حبيت اصور بين حاجه اسمها ديجيتال سبتراكشن انجيو ده يؤجل مفهومه في الفاصل لو طبعا احنا ولا ايه تعالى بقى يقول لك ليه بتعمل الهباب البرك ده؟ ايه الفاليو؟ متقسم عندك الفاليو حاجات بري اوبرتيف وحاجات بوست اوبر، ويقول لك بوست اوبر عشان تطمن على الشنط. على الشنط اوبريشن حاجه كده خدتها في البطنه صح؟ اللي هي اصلا ما عادتش بتتعمل في الجراحه. اللي انا برضه هقعد اشرح لك بالتفصيل وفي الاخر اقول لك اصلا ما عادتش بتعمل شنط اوبريشن، بس ما علينا. طيب بري اوبرتيف، ايه الفاليو بتاعها بري اوبرتيف؟ يقول لك ليه تعمل بوتوجرافي؟ يقول لك عشان تحدد السايت اوف اوبستراكشن يعني مكانه فين بالظبط اللي هي في ترم كده عندك حاجه اسمها كات اوف سيبك من الكلمه دي هاخدها في الباسكولا بالتفصيل بس عشان تحدد السايت اوف اوبستراكشن فطبوح عندك الالترا ساوند بيهاجم فين طب ما الالترا ساوند يقدر يقول لك في بوتر فيس بوزس ولا لا في مشكله في الليفر فين ما تعرفش حاجه طيب رقم اثنين يحدد لك الكولاترز طب ما هو الدوبلر بيعمل ايه؟ ما هو الدوبلر ده ان شاء الله لما تديك الدوبلر هقول لك يحدد لك الكولاترز خلاص يقول لك عشان تشوف هو هباته بيتال ولا هباته فيوجل برضه نفس الكلام اللي هو الدايركشن يعني الضده دي حددك اذا كان هباته بيتال ولا هباته فيوجل فانا عشان كده بقول لك ايه كان زمان بيعملوه اه امال اول ما طلع الضده والدوبلكس بالسلامه خلاص الضده في ده الذهب ما عادش له لازمه خلاص طيب الحاجه الوحيده اللي هي اللي الدكاتره عندنا بقى تحت بقى ويسالك فين يقول لك يحدد الهباتك بالفيوجن يحدد مين يا اخويا؟ هيباتيك بيرفيوجن يعني ايه كلمه هيباتيك بيرفيوجن دي؟ هو يا جماعه مش انتوا خدتوا كده الرسمه دي اللي هي رسمه الشجره دي؟ دي الحاجه الوحيده اللي انتوا عارفينها اعتقد عن الليفر الشجره اللي هو شكل الشجره كده خلاص؟ ان البوتر فين بيطلع عليه فانشات 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 مش كده؟ نفس الشجره دي كده. طيب يقول لك لو انت عملت بوتوغرافي ولقيت الشجره كلها باينه باينه لحد البريفي وصاليفا دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ واحد يقول لك وحش اذا كان هو ده الطبيعي اصلا فلما يبان اه الشجره بتبان يعني المنطقيه لما بحقن السمكه هتروح لكل الفرشات فكون ان ايوه الله ينور عليك مفيش مستكش ده معناه ان كل البنات الصغيره قوي مفتحه الله ده بيسموه جود بيرفيوجن
اللي بيسموها بريد وان يعني. خلاص؟ جود ريفيوجن، دي حاجة كويسة. أمال يقول لك لا 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 لا، تلاقي مثلا إيه؟ يا دوبك رايت وليفت كده وبرانشين ثلاثة، يعني مش كل البرانشات بايظة. اللي هو بيسموه تيرشال برانشز. ده يقول لك يعني ده يعني بولد ريفيوجن يعني. ساعات بيسموها يعني ساعات على فكرة في الكتب بول وفيرد ريفيوجن بيعكسوها عن بعض. اللي هو إيه؟ ساعات كده وساعات رايت وليفت برانش بس هما اللي باينين. أو نون ريفيوجن، نون ريفيوجن يعني إيه؟ الجوتا بين كله مش باين. اصلا استفدت انا يعني مؤاخذه يعني لما اعرف الروباتيك ديفيوجن يعني اعرف اللي عندك كويس ولا وحش، وانا عندي الدوبلر والدوبلكس وعندي الشايلد بوها خدها كمان شويه يعرف اللي عندك كويس ولا وحش. خلاص يعني من الاخر الهيباتيك ديفيوجن ده كان زمان له لازمه، دلوقتي ما عادش له اي لازمه اصلا. يبقى الفاليو اوف بروتوكول في حاجات بري اوبراتيف وحاجات بوست اوبراتيف اللي هي الفاليو سكول لها اصلا ما عادش لها اي كويس. طيب ده الراديولوجي. تعالى على المانوميتريكس، احنا حاجه هنقولها مش احنا الاندوسكوب، احنا الاندوسكوب مع التريتمنت. يقول لك تعالى قيس الضغط اهو المانوميتريكس. على فكره هي نفس الكلام، واكيد يعني في صوت البصر اللي هو بيقول لك مين مانوميتر. يقول لك ازاي تعمل مانوميتر، ازاي تقيس الضغط برضه لها دايركت ولها ايه؟ اندايركت. دايركت يا جماعه حط الثلاثه دول زي بعض اللي هو ايه؟ بدل ما انت دخلت بالابره وصلت البوتك ليه؟ بدل ما تحقن الصبغه تعمل ايه؟ تقيس الضغط. هي اللي هو ايه بقى رقم واحد اهو بيركوتينيوس ترانس هيباتيك مانومتري، بيركوتينيوس ترانس سبلينيك مانومتري او امبلايكال بين كاستريزيشن. طب سيبك من الثلاثه دول هما كده كده اوكسيديت اصلا. رقم اربعه يقول لك تعالى بالاندوسكوب تقدر تقيس البريشر. مش انت يا جماعه خدته في البطنه ان انا داخل احقن فالسس. طب ايه رايك وانت بتدخل الابره بتاعت الفين؟ طب ما تقيس الضغط. اوصل الاندوسكوب على مانو مين؟ وانت داخل بالابره تحقن وصل قيس الضغط. طب بذمتك ودينك يا شيخ انت دخلت ولقيت قدام اهلك فالسس اقيس الضغط ليه؟ يعني خلاص هو في بطه هايبر تنشن قيس الضغط ليه؟ له لازمه؟ له لازمه؟ يعني لا هتسمعها ولا سمعتها قبل كده ولا بتحصل ولا حد بيعملها. ها؟ ها عليه؟ رقم خمسه بيقول لك قيسها انترا اوبر. لا كده اوبر بقى. انت عبرت. يعني بيقول لك جوه العمليات انت فاتح بطن العيان قدام عينك يعني قدام عينك كل حاجه باينه وغليت البنز قبل كده وعيان عنده بطل هايبر تنشن في العمليات. يقول لك قيس الضغط. حط مين يحضر يا ابن الخصم؟ انت اوفر ازاي يعني؟ شوف بقى شوف الهطل كلام بتوع زمان. طبعا هو اصلا انت بتقيسوا لي عشان تشخص بطل هايبر تنشن. عشان تشخص بطل هايبر تنشن اللي انت اصلا شخصته من الانفستيجيشن ب 60 جنيه من الاول يعني. خلاص مش محتاج كل الهطل ده. طيب يقول لك انت اوفر. بص يا ولد بص كده تعالى لو انت جيت حطيت كلام ده على البطل دي الطبيعي خلينا نتكلم على الطبيعي. انت حطيت كلام ده من راشنج كلابس ركز معايا المفروض الدم جاي كده صح؟ منطقيا الضغط هيبقى عالي فين وواطي فين؟ هنا هنا الضغط يعني للاسف الضغط هنا هيبقى اقل من هنا صح؟ الضغط هنا هيبقى اقل من هنا مش كده ولا ايه؟ طيب لو جيت انت قفلت ولقيت الضغط هنا عالي معناه ان في اوبستراكشن ان الدم ما بيعديش. واحد يقول لي طب الدم ده جاله منين؟ مش انت عندك ليه صغير الناس تتبني؟ يعني المفروض الدم بيجي كده بيجي هنا ويقوم رايح على الليفر. خلاص؟ لما انت قفلت هنا ايه الطبيعي ان الدم هيعدي عادي؟ امال لما يكون في اوبستراكشن في الليفر الدم مش هيعدي الضغط هنا هيحصل له ايه؟ هيعلي قوي. خلاص؟ ده حاجه اسمها هوب وصب وحاجات كده يعني شويه مصطلحات. طبعا الكلام ده مش طريان يتجي وشد عليه السكون كلام هبل. سيبك من ده كله المانوميتر اصلا ما عادش بيتعمل. خلينا عشان دايركت ميثودز حاجه اسمها ويدجت هيباتيك فينوس بريشر. خلاص قريتها؟ قريت حاجه اسمها ويدجت هيباتيك فينوس بريشر. اشطب على اللي تحتها طبعا. الخطر اللي احنا بنقوله ده يا جماعه المانوميتر اصلا كله على بعضه كده ما عادش له اي لازمه ما عملناش في العمليه. خلاص الانفستيجيشن يا جماعه الباتري الفيزيولوجيكال المانوميتر في اندوسكوب ده الحصه الجايه بقى هاخد الاندوسكوب وذوق الفيتنم والبايوبسي. خلاص سيادتك عايز تاخد بايوبسي من الليفر
عايز تاخد بايوبسي من البومرو عشان تشخص هايبرتونيز، خلاص عايز تاخد بايوبسي من الكولوم، ايه مش هتفرق بالنسبه لك. خلاصة الانفستيجيشن اللي قدامك ده، انا بعمل حاجتين اتنين بس، الترا ساوند والسكوب. الحصه الجايه هاخد التفصيل كله. حصه النهارده ملهاش اي قيمه، يعني فيها لو انت مجنون في اخر السنه ما تقدرش تنقطه. واضح؟ الحصه الجايه ان شاء الله يوم الاربعاء.